أطلق منتجع بولغاري دبي، أحد المرافق الفندقية الأكثر فخامة في قطاع الضيافة، مجلسه الرمضاني احتفاءً بشهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال حفل ضم كوكبة من الإعلاميين والفنانين وشخصيات المجتمع. يجمع مجلس بولغاري الذي يلقبه القائمون عليه بأنه جوهرة من جواهر الشهر الفضيل، بين الأناقة التي ينفرد بها تصميم بولغاري من جهة، والأسلوب والنكهات التي تكتنفها شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى، حيث تتجلى لمسات محلية رفيعة الذوق سواء في تفاصيل هندسته المعمارية أو في النغمات العربية العذبة أو المناظر والنكهات والروائح الزكية النابعة من أطباقه اللذيذة. We're actually opening officially our Ramadan 10. We are welcoming our most prestigious guests and as well celebrities from Dubai to come and welcome for the joy of Ramadan month. The capacity holds up to about 200 guests, so we have a beautiful buffet inside with chocolates. We have as well our galleria where guests can enjoy Ramadan souvenirs. We do have a private event area at the Yacht Club where we have a ballroom that we can do private events in Ramadan as well. Our expectations is to open the hotel to the community. We've been open now for 4 months and we do expect this Ramadan 10 to be a tradition together with Bulgari and Miraz hospitality. What about the World Cup? After the Ramadan, we'll continue with the World Cup and we'll offer here the possibility to watch in these very big screens the World Cup here in the hotel. حضر حفل الإطلاق شخصيات إعلامية وفنية رائدة في عالمنا العربي. طبعاً موجودة اليوم بإطار تعاون مع بلغاري وبإطار أن أكون موجودة بافتتاح مجلس بلغاري، سعيدة جداً وبشرفنا أن أكون موجودة، لأن هيدا مش أول تعاون بيصير ولا أول مرة بكون موجودة بإيفنت لبلغاري، فبتمنى لهم التوفيق دايماً. يعني بصراحة القطع اللي بيبقى عندها أهمية تاريخية عند بولغاري، لأنه منا القطعة قطعة بس قطعة مجوهرات، بتحمل تاريخ، بتحمل رسالة، وبتبقى لأيقونات بالجمال وبالموضة، وبيمثلوا مرحلة معينة ونجمات مروا بالتاريخ. فعلا كل قطعة بتحسها بتحكي لحالها وما بتشبه إلا حالة وما بتشبه إلا بلغاري. يتباهى مجلس بولغاري وهو امتداد لمطعم الكافيه الشهير بتصميم ينضح فخامة وسحرا، بمساحة تتسع ل 190 ضيفا للإفطار والسحور على حد سواء. كما يوفر مجلس بولغاري أيضا قسما خاصا لكبار الشخصيات يستوعب 12 شخصا، بما يضمن تجربة طعام حصرية وسط أجواء من الخصوصية المطلقة.